الملك فاروق. الملك فاروق كان عنده قصر في السنكلية. اهله باعوه بتوع ناس سياحة حركات. فتحوا مفحت. مفحت؟ بتاع ولاح لوح مثلا. مفحت. مفحت. وبقى كبير ومية مية. وعاوز تشرب الحسيس في النكلة. قعدت ربع وقع حسيس. ربع وايه؟ ربع وقع حسيس. وكوباية بانكا. كوباية ايه؟ بانكا. كوباية بانكا ماشي. ها حطها في النكلة على الكوكاكاس. على البوكاكاز ماشي. في النكلة. سيح الربع وقع حسيس سنة مية سخايين. وبعدها حط كوباية البانكا وسخنها. بعد كده حط كوبات البنكة وسخنها. وبعد تسخن كل حاجة تعمل مخ بيها. هتخليه تمخ عالية. هتخلي حوايط كله هاتي. انت بقى شغال في السجل المدني صح؟ طب بتطلع البطاقة ازاي؟ انت هتيجي الساعة 7 في المكتب هنا. هروح على السجل. الكيف السماليات وشهادة الميلاد. السماليات؟ شهادة الميلاد؟ الاستمارات يعني. قول له بالعربي. وشهادة الميلاد هركبهم من السجل، وانت تحط لي بقى فيهم البيانات ووصل نول وعدت على الكمبيوتر وصورت وتطلع البطاقة في يوم واحد. تاخدها انت واقف. تاخدها انت واقف. يعني انت شغال في السجل المدني. وايه تاني؟ عندك كم محل؟ كان عندي قهوة. رحت قلبت ثلاث محلات احسن. اكلت واحد محل فتحه كواتس. واكلت محل فتحه تعبانيات تليفون يعني. بانيات. بتاع تليفون. موبايلات يعني. واكلت محل تاني مش عارف التاني فتحه ايه. انت مش عارف فتحه ايه؟ انا اكلت له خلاص. عشان تخلص منه. كمل كمل. له قصه الخيوه بقى. الملك فاروق. انت ما وصلتلوش بقيه القصه. كمل. قالوا للسادات وملك فاروق اتخانقوا. لا انا ورا السادات وكمال عبد الناصر. انت نسيت. قالوا للسادات وكمال عبد الناصر. اتخانقوا. كان في مشكلة في اسرائيل والعراق والسلفتيل. في السلفتيل؟ كمل. اسرائيل والعراق والسلفتيل. ايوه عارفها. فلسطين يعني. بالايه دي؟ فلسطين. بالايه؟ بالعربي. بالعربي دي ولا بالعربي؟ كمل. كانوا بيتخانقوا بالسيف وكمان عبد الناصر كانوا بيتخانق المبوط. السوم يعني. السوم يعني ماشي. خلاص الخناقه اتصالحوا مع بعض. اتصالحوا مع بعض. انت قلت لي بقى الفيلا بتاعت مين؟ البلا عند المزرعه. المزرعه. دي صوت بلت علاء مالك. علاء مين؟ علاء مالك ابن حسن مالك. امه مين؟ كانت سوسن مالك. انا بقى بكلم معاه في السياسه وتيه او مع علاء مالك. ام حسن مالك. ام مين؟ سلمى مالك. هو صاحبك يعني؟ وبتكلم في السياسه. طب الملك فاروق عنده قصر فين؟ في السنكليه. في السنكليه. السنكليه. ده انت تحفه.